أجمل المنتخب الأولمبي صعبة من الجيل من الانطلاقة تسديد والأول الهدف الأول مجهود فردي مميز جدا عبد المولى بن رابح النجم القادم مع هذه المباراة في الدقائق الأولى وبالتالي سنتابع مباراة بنفس آخر بطعم آخر مغير تماما جولي من خطأ دفاعي يغتفر من اللاعب عباس في دفاعات منتخب تيجولي تذهب الى برابع عبد المولى الرجل اتأنى عليها كويس اوي 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 ساند سنده ويتأنى وحطها بالقدم اليسرى على يمين الحارس اين ارجل الحارس هو تشوف الكرة ازاي بيكي شالي مات يعني خبط في رجليه يعني الرجل بيمسك الكرة وحط يعني عدد بين قد اخذ توجو علشان يكون الهدف الرابع للمنتخب المغربي الاولمبي من خلال برابع عبد المولى هدف رائع لبرابع عبد المولى في لقاء وصل ديمبلي من جانب واحد لمنتخب مغربي بص الراجل عدى ازاي بالمهاره اشتغل ازاي بالمهاره وادي الثقه وادي الروعه وادي الكره في الشباك علشان تقع لهذا اللقاء من هذا اللاعب صاحب المهارات الكبيره والخاصه اللاعب برابع لصالح المنتخب المغربي هنشوفها ونتابعها مع بعض اعزائي المشاهدين وهذه الصورة قدامكم أعزائي المشاهدين بتتكلم أو من الأضواء قبل دورتين الرجوع لأمر النزول بدا واضحا على عناصر الجمعية السلوية منذ البداية دقت القنيطري بالمقابل هي التهديف بدت واضحة في صفوف بطل المغرب أربع مرات فرصة هدف ثالث عن طريق عبد المولى بن رابح لم تعرف طريقها إلى المرمى فريق القنيطرة زادت مع توالي الدقائق عندما أضاف بن رابح رابع أهداف فريقه après sa victoire devant la JSM suite à cette belle reprise de la tête du jeune Brebach 18 ans. دقيقة 80 بوصل عبد الرحيم عبد الرباش وعبد المولى بن رابح في الدقة 85 يتمكن من تسجيل هدف الفوز وفرحة كبيرة كبيرة وبالتالي أصبح كيحتل الصفر 12 23 نقطة بعد هذا الانتصار. لزميله بن رابح ليجرب حظه في التسجيل وبنفس الطريقة لرفع غلة الماس إلى أربعة أهداف. الموضوع ديال الاحتجاجات ديال لاعبين فريق الجيش الملكي انما تقديري ان الامور كانت يعني مشات بانسيابيه والهدف مشروع عن الوصول للهدف الاول في الدقائق التي تمر كرة تسدد للرجاء مرفوعه بالراس بشكل ممتاز هشام ابو شروان ومن كان وراء هدف من جانب لاعب عبد المولى بن رابح اذا دقيقه الوقفه الحادثه اذا هناك دفع كبير من عند بن رابح تحيه هدف لانه كان يفتقدوا على هذا الميزات الحقيقه الكره غير يحاول يبرر بالفعل ما كاينش تسلل والهدف اذا الكره ضايعه والهدف الثاني يحافظ على تبادل الكرات القاصرة يمر في العويرة
الهدف الثاني والتالي تدويب الفريق، وبالتالي فريق حسن الزكادي يتمكن من خطف ثلاث نقاط مهمة في بداية هذا الموسم. إلا أن محمد وعميرة كان للكرة بالمرصاد قبل أن يمتثل لفاصل مهارية قاده فييرا سانوغو وختمه عبد المولى بالرابع مهدية للأذر لفاصل كاميرا ينتظر الجميع موعد الهدف الثالث الذي حمل بصمة مكانية خالصة للموهوب عبد المولى
لابد من نادي القنطرة فقط كورت زيدار بالرابح تقول غرب الرابح عبد المولى بالرابح عبد المولى بالرابح غرا وفال و شعب انطراوري الزري تقول مشان ورقية الدنيا و كانت الخطوة ديال الواحد المدافع اللي كيحضر الكرة شاد